أحبابي الأعزاء من قناة أحباب رسول فهم مسموع، عدنا اليوم مع حلقة جديدة من حلقات حدث في رمضان. حدث في رمضان في اليوم التاسع من شهر رمضان العديد من الأحداث التاريخية والإسلامية، ومنها أعيد الأذان بمئذنة مدرسة السلطان الحسن في سنة 826 هجرية. تم إعادة الأذان بمئذنة مدرسة السلطان حسن أفخر بناء إسلامي في سلطنة الظاهر المملوك، قيام موسى بن نصير باستكمال غزو الأندلس. وفي 93 هجرية الموافق 18 يوليو 712 ميلادية قام القائد موسى بن نصير بحملة لاستكمال غزو الأندلس، وتم فتح إشبيلية وطليطلة موقعة بلاط الشهداء. وفي عام 114 هجرية الموافق 732 ميلادية حدثت موقعة بلاط الشهداء في طور بواتير بين شارل مرتل قائد الفرنجة وبين عبد الرحمن الغافقي. وفي هذه الواقعة هزم العرب وقتل الغافقي. فتح صقلية في عام 212 هجرية الموافق 1 ديسمبر 827 ميلادية نزل المسلمون على شواطئ جزيرة صقلية، استولوا عليها لينشروا الإسلام في ربوعها، وتم فتح صقلية على يد زياد بن الأرض معركة الزلاق. وفي عام 479 هجرية الموافق 17 ديسمبر 1086 انتصر يوسف بن تاشفين قائد جيوش المرابطين على الفرنجة بقيادة ألفونس السادس في معركة الزلاق، وقد نجا ألفونس مع 9 فقط من أفراد جيشه. وتشير بعض المصادر إلى أن معركة الزلاقة وقعت يوم الجمعة 12 رجب 479 هجرية الموافق 23 أكتوبر 1086.